يعمل فيها صالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم إن ربنا عز وجل يبين أن المسلمين الذين تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله فإذا جاء الموت يقولون ربنا أرجعنا أو أنظرنا إلى أجل قريب، أعطنا مهلة، أعطنا فرصة، يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، لنجدد العلاقة بالله. نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرب لكم الأمثال. فيا أيها الإخوة، لا أريد أن أخطب، هذا مقام تعزية ومقام اعتبار، لكني أريد فقط أن أذكر نفسي وإخواني جميعا بأن الذي يموت قد أفضى إلى ربي تبارك وتعالى، والذي يموت قيد الحياة